ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الديفا هيفاء وهبي، وهي بتنشر الحلويات الجزائريه على صفحتها وعلى الستوري الخاص بيها على صفحتها الشخصيه. طبعا احدى المتابعات ومحبيها بعتت لها حلويات جزائريه، وهي اشادت بالحلويات الجزائريه جدا 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 وخصوصا البقلاوه، ونشرتها على الستوري الخاص بيها. وكمان هي النهارده خلاص زمانها وصلت تونس عشان عندها حفله هناك، تكون طبعا روجت للحلويات الجزائريه لانها عندها متابعين من كل انحاء العالم، وهي عجبتها الحلويات الجزائريه جدا جدا. وبكده خبرنا يكون خلص خلاص، ونشوف حضراتكم على الف خير ان شاء الله في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.